Non, t'allais pas de toi, je ne laisse pas ton cou. Watch your surf, sir. Dans tes bras, non, non, t'allais pas de toi. How about a little mangiare, eh? Sly, have you ever been to the Met? Have I ever been to the Met? Of course I've been to the Met. I'm in the Met right now. No, no. I'm talking about the real Met. The real Mediterranean. What's the real Mediterranean? Where's that? South Med, Egypt. Egypt? I love Egypt. Really? Tell me more. Long stretches of white sandy beaches. Turquoise waters like you've never seen. Can you imagine summer 9 months of the year? And the large privately owned marina in the Mediterranean. I'm beginning to like this place. You like golf, don't you? I don't like golf. I love golf. Well, I have news for you. No? They have a gigantic golf course right by the sea. Really? Yeah. Beachfront private villas, each with its own stretch of beach. Yeah, say no more. Sign me up. Marina and chalet properties, each with a beach and facilities. Take me to Egypt. I'm on my way. They've got the most exclusive hotels in the world. I can see myself in a villa, in my own private beach. Listen, kid, there's more to life than big sunglasses and hit movies. I mean, they weren't all hits. What'd he say? What'd he say? Nothing. Did you hear what he said? I think you're hearing things. I think you're hearing things. South Med, spanning over 23 million square meters, with the largest private marine in the Med. A smart, sustainable, and green, fully integrated destination. Private villas and chalets with their own stretch of beach and facilities. Hey, how you doing? Can you believe this? I'm in Italy, and it's raining in July. Yeah, raining in July. Listen to this. I have an idea. Why don't you meet me at South Med in Egypt, and you can have the house next to mine. No, no, not better than mine. Next to mine. A new global destination rising on the Mediterranean. Experience the real Med. South Med by TMG. It's different. والآن ندعو السيد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لشرح مكونات المشروع وإجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها والعوائد المتوقعة وفرص العمل التي سيتم توفيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي وزير الإسكان، الحضور الكرام. قامت الدولة مؤخرا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوط البحر الأبيض المتوسط، حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف. اتجهت الدولة لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد الصحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الامكانيات الكبيرة، حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم، حيث يتم تطوير مشروع الساوث ميد بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر الأبيض المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان. يحتوي مشروع ساوث ميد على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياح في البحر الأبيض المتوسط. وقرب المشروع من مطار العالمين الدولي 15 دقيقة بالسيارة. ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه بما يعادل نحو 21 مليار دولار أمريكي من خلال مجموعة طلعت مصطفى التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية. كما أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص
المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني. وعليه نؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني. ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. العوائد الاقتصادية لمشروع ساوث ميد: من المتوقع أن يجذب المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، حيث يحتوي هذا المشروع ولأول مرة في مصر على نموذج فريد وهو فكر الرينتال بروجرامز، حيث تتدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس. ومن المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية، بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد الواقع بين كيلو 165 إلى كيلو 170 غرب الأسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العالمين الدولي الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع. تبلغ قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية. وهقول لحضراتكم خبر صار: تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 بعد الظهر لغاية 5 الفجر. المشروع حقق مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهذا الرقم لم تسمع عنه مصر من قبل في أي من مشروعاتها العقارية أو السياحية أو المنطقة العربية. وهو ما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية. وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى، ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر، وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري. سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث أن النسبة المتعارف عليها 1 جنيه الإنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي. سيولد هذا المشروع دخل حقيقي للدولة المصرية من خلال مشاركتها في المشروع وعوائد الضرائب السيادية 1 تريليون جنيه. سيولد هذا المشروع للدولة المصرية من خلال الضرائب السيادية المباشرة وعوائد المشروع، حصة الدولة في عوائد المشروع 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار. وعليه فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلى ما يقرب 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8 من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الحالية للحكومة. بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرص عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية. وإذ نود أن نتوجه بالشكر للقيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشجيعها
لهذا الاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري. شكرا جزيلا. نشكر السيد هشام طلعت مصطفى على شرحه لمكونات المشروع، وندعو دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد وزير الإسكان، السادة الحضور، النهاردة الحقيقة يوم جميل جدا ان احنا نعلن عن مشروع اخر على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية، اللي احنا بنعتبره الحقيقة بمنتهى الامانة واحد من الايقونات الكبيرة ان شاء الله اللي من شأنها ان تكون نقاط جذب للاستثمار الخارجي المباشر، والاهم انها تكون مقصد سياحي عالمي على مستوى العالم وعلى مدار السنة. ودائما كان يقال من عدد كبير من الخبراء احنا ليه ما بنستغلش الساحل الشمالي بالصورة المناسبة، وان اللي حصل قبل كده انها تحولت الى يعني بيوت بتبقى بتشغل فقط في شهرين ثلاثة في السنة بالكتير، وبعد كده الاماكن غير مستغلة. وعشان كده كانت الدولة حريصة جدا، ويمكن اعلننا هذا الكلام في اطار رؤيتنا لمصر 2030 وفي اطار المخطط الاستراتيجي القومي لمصر، ان احنا بنقول ان الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة اللي هتكون الدولة تركز عليها اولا لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير جدا من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة اللي من شأنها انها تضاعف عدد السياح اللي بيجونا في مصر، والاهم ان هذه المنطقة بظروفها المناخية وبطبيعة ارضها هتكون واحدة من اهم النقاط اللي ممكن ان احنا نوطن فيها الزيادة السكانية المستقبلية لمصر في خلال الفترة الجاية. وبالتالي عشان اقدر ان انا اشجع الشباب المصري ان هم ييجوا ويسكنوا في هذه المنطقة لازم يبقى في فرص العمل الكافية. وعشان كده احنا كنا بنقول دايما ان نبدأ بمجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات الكبيرة. حضراتكم احنا بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هي مش مدينة سياحية فقط، ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الأنشطة. أعلننا منذ فترة بالأمس القريب على واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل اللي هو كان مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم احنا بنسعد جميعا أن نعلن عن مشروع آخر وهو مشروع ساوث ميد أيضا على الساحل الشمالي الغربي، عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات وعشان نحقق المستهدف اللي احنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول ان احنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية 2030 ان احنا نجتذب على الاقل ضعف عدد السياح اللي بيجوا النهاردة مصر، احنا مش بنبالغ، لان مع بدء هذه المشروعات الكبيرة في انها تتنفذ هيبقى زي ما حضراتكم شفتوا في الفيلم وشرح تفاصيل المشروع، احنا بنتكلم على جذب حجم هائل من الغرف، هيبقى في عدد هائل من الفنادق بالغرف الفندقية اللي بتتجاوز 2000 غرفة، ده بالإضافة إلى الوحدات السكنية نفسها اللي هتؤجر بنظام الوحدات السكنية الفندقية. وبالتالي احنا بنتوقع ان هذا المشروع جنبا إلى جنب مع رأس الحكمة، جنبا إلى جنب مع اللي بيتعمل في العالمين، هيبقى ان شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحة الأجنبية اللي هيبقوا موجودين على مدار مصر. الأهم ان كل ده مرتبط بخلق فرص عمل، واحنا بنتكلم عشان فرص العمل هي بتبقى الحاجة الوحيدة اللي او الاهم اللي هي بتجذب شبابنا ان يبدأ يجي ويسكن في هذه المنطقة. فمن خلال استيطان واستكمال هذه المشروعات اللي هتمتد لسنوات هيبقى في فرص عمل على طول موجودة مباشرة او غير مباشرة، وبالتالي هتبدأ تجذب شبابنا ان هم يبقوا موجودين مع المشروعات السكنية اللي الدولة بتنفذها سواء في مدينة العالمين ولكل المستويات او بعض المدن الاخرى، هيبقى في فرص للسكنة والتعلم والخدمات الصحية وكل الخدمات لشبابنا ان هم يسكنوا ويشتغلوا في هذه المشروعات الكبيرة اللي حضراتكم شفتوها النهاردة. فالحقيقة هذا المشروع بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعة بيضيف
لإن شاء الله الرؤية المتكاملة للدولة حطها للساحل الشمالي الغربي. حضراتكم سمعتوا الأرقام، والنهاردة احنا بندي رسالة زي ما كان راس الحكمة الحقيقة مشروع يعني مع شريك يعني من شركائنا الاستراتيجيين طبعا أشقائنا في دولة الإمارات، وبالتالي يعتبر استثمار أجنبي مباشر. النهاردة الدولة أيضا بتعلن على ثقتها الشديدة في المستثمرين المحليين وقطاع الاستثمار المحلي، وبتعلن من خلال هذا المشروع عن ثقتها التامة في أن هم أيضا قادرين على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى عالمي من حيث التخطيط اللي شاركت فيه كل المكاتب عالمية على أعلى مستوى في عملية التخطيط والتصميم، الشركات المقاولات المصرية اللي هتنفذ هذا المشروع، وأيضا المستوى الجودة اللي هيخرج بيه. وبالتالي مرة أخرى احنا بنؤكد ان احنا كدولة منفتحين تماما على جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، لأن كل ده هيساهم في زيادة إن شاء الله نمو الاقتصاد المصري، زيادة زي ما قلنا فرص العمل، تخليق يعني عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وبالتالي احنا فعلا بنعظم من أصول الدولة اللي موجودة، وده كله كان في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي أعلنتها الدولة. والحمد لله النهاردة أكيد حضراتكم متابعين مدى جديتنا في تنفيذها، سواء من خلال طرح أصول كانت موجودة في شركات أو الاستفادة من الأصول الثابتة اللي كانت الدولة بتملكها، واللي كان كل الخبراء بيقولوا يا ريت الدولة تستفيد منها بأعظم استفادة وتشارك القطاع الخاص فيها. وأعتقد النماذج اللي احنا الحمد لله النهاردة يعني تعاقدنا عليها ونفذناها بهذا المشروع وقبل كده في رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة، بنثبت مدى جدية الحكومة والدولة المصرية في تنفيذ هذا الموضوع. كل التوفيق إن شاء الله للقائمين على هذا المشروع، وإن شاء الله يكون مشروع آخر ناجح يضيف للاقتصاد المصري ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار الخارجي والمحلي المباشر وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة. أنا بشكر حضراتكم جميعا، ومرة أخرى كل تمنياتي بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر اللي من شأنهم النهاردة يساهموا في دفع عجلة الاقتصاد المصري. شكرا لحضراتكم جدا. نشكر حضراتكم على الحضور، وإن شاء الله نتقابل قريبا في مشروعات أخرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية وجذب الاستثمارات. شكرا لحضراتكم.